صباح النقطة الطيبة والجميلة والسمحة لكل مشاهدينا، صباح جميل الوطن دائما مخضر باخضرار السواعد والأمنيات. هذا الصباح نرسل من خلاله الأمل لكل أهلنا اللي فقدوا ممتلكاتهم جراء الفيضانات. صباح أيضا نرسل فيه المحبة والتقدير والوفاء لكل شباب وطني اللي هم دائما بيواجهوا هذا الفيضان العاتي بكل قواهم. يعني نتمنى صباحاتنا دائما أن تنزل بردا وسلاما على كل أهلنا. صباح إن شاء الله حنطوف من خلاله في جوانب مختلفة وأيضا نعيش هموم المواطن. صباحا أهلا يا حسام، صباح الخير. مرحبا حمزة، صباح الخير. صباح النعمة الطيبة إن شاء الله. الله يكرمك. اللهم اجعلها دائما أمطار خيرا، أمطار خير وبركة على كل الناس. وكما ذكر حمزة حيكون في تطوف كبير جدا من خلال صباح الشروق والتحية الصباحية على القرى الحلال الفرقان الأحياء المختلفة والمدن، وتكون الطبطبة دائما والسلام والتحية على كل زول فقد جزء أو كل أو بعض من ممتلكاته أو ما يملك. نسأل الله أنه دائما يكون التعويض إذا كان في المأوى أو في الأرواح. نشد من أجر كل الناس اللي قابضة على جمر القضية، الناس المترسة على الجسور إذا كان بصدورهم ومناطقهم الهشة، إذا كان بتراهم بآلياتهم بأياديهم بسواعدهم. نحيهم جدا في صباح الشروق، وبيواصلوا الليل بالنهار، يسهروا ليلا ويسهروا تعبا في النهار أيضا من خلال المجهودات الكبيرة، من خلال عرق التضحية الكبيرة جدا عشان ما كل الناس تنعم بالأمن والطمأنينة والسلام. ونتمنى أن السودان ينعم فعليا بالأمن والطمأنينة والسلام. تحية لكم وتحية لكل الشباب والشابات، الكل بيتكاتف عشان ما نخرج جميعا من هذه المحنة وهذه الأحداث اللي بنشوفها مع بعض. نسأل الله دائما السلامة والعون وأن يزال هذا البلاء إن شاء الله. ونغني دائما لهم ونهديهم أجمل الألحان، عسى أن تكون هي تحيانا لهم في صباح الشروق.